السلام عليكم. الو 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 السلام عليكم. واخويا محمد. خويا حبيب. واكي داير ولد الحاجه؟ ولا بات الحمد لله خويا حبيب. واش الميمه لطيفه ولا سميتها؟ لطيفه خويا حبيب. والله تعقلت بالانا واعر. انا واعر. تحيه الناس ديال بن احمد. انت يا واعر. لا انا باغي كونجي يا صاحبي. باغي كونجي اخويا. انا شوف راه باغي كونجي. انا بغيتش يعطيوني كونجي. انت مزيان سامارش؟ سامارش خويا. الله يحفظك. غتشد كونجي اخويا شهر 8 غتشد كونجي ياك. والله يا خويا ما كاين واقيلا. اسكت هضحك عليا. كايناش داير عليا نجري عليك. انت صحيحه مزيانه. الله يحفظك خويا حبيب. الله ينورك. انا جيت بوحدي. راه جاو معايا شي ناس. راه داخل الجروب على قدو هنايا في هذا الخط هذا. ما تقولش ليا. خليني نسمع. سمعوني باغي يهضر. يلاه وي 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 وي. انت يا وعر وعر. انت يا دونجي وحبيب. انت النمره اللي كتعرف وما كنشونجي. انت يا وعر وعر. انت يا دونجي. كتعرف نلاقي صدوجي. انت يا وعر وعر. انت يا طوجي. هاد النمرة اللي كتعرف قد صوجي. انت يا وعر وعر. انت يا طوجي. هاد الجروب هذا شكلي تاني او تاني. رجع محمد مراد. وي خويا حبيبي. تاول الاصدقاء والصديقات اللي معاك تبارك الله عليكم. معاك في خط الهاتف كاينه خديجه والاخت ديالها ناديه العيسي. ومعنا امينه من ايمو الزار كندر. وكاين سي احمد الصغير من العرجات مدينه تلا. وما معاك. السلام عليك. انا ما غاديش نقدم التحيه. انا غادي نكتفي فقط بهذا القدر. جيت نسلم عليك. ولكن دير لهم هما معاك. دير لهم واحد ديديكاس. دير لهم. شكون هذا؟ سي احمد تفضل. مساء الخير اخويا حبيب. مساء اليمن والبركات كل مستمعي الكرام اذاعه شاد اف ام. الله 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 الله. تردر العسل. والله حتى العسل. هذا العسل. اجي فين السي محمد مزيان؟ الله يحفظك اخويا حبيب. الله يطول عمرك. يخليكم ليا. راكم ناضيين كناديين. خديجه. خديجه اخويا الحبيب. ناديه. انا ملي كنسمع حبيب تيقول الخدادج. وبقيت كنقول الخديجه. كنقول خدادج. ترى شوف هذوك الجوجات. كنقدم لهم واحد التحيه كبيره بزاف. كنشكرهم على تحملوا معنا السفر وجاو حتى لهنا. عزيز عليهم البرنامج بزاف حبيبي. عزيز عليهم البرنامج. شوف كلكم وفرحوا بزاف. على التعامل. نعم اختي ناديه. نعم شوف حبيب. والله اخي يكون البرنامج ديالك من وحدات اللي نحضروا فيه. الله يا ودي. اي نحضركم انا. ويلي ولي جنينات صغيرة. ديك جنينات. الله يحفظك. الله يحفظك. شوفي اختي. ولا لا والله خديجة والسي اللي محمد معرجات واختي نادية وامينة ايمو الزار. وي ما نساش ايمو الزار كنعرفها. الله يطول عمرك. وكلكم اعزاز. امينة في الميلة حبيب. امينة اختي. نعم. تشك بحال لك تشخريتي. فين رجعتي للور كتضربي في اتاي تما؟ واحد المره ناديه. واحد المره امينه شاركت مع حبيب. قال لها وي. قال لها امينه وهي تقول لي وي. قال لها غندخل معك الفرونسي. قالت لي غندخل معك الشلحه. ما تبقاش والو. هذيك السيده بعدا بلاتي. امينه لاباس عليك اختي؟ كلشي مزيان؟ كيدار انت لاباس عليك؟ هاني كيدايره ايمو الزار نايضه؟ لا هذا في ايموزا. ولا بينا من صوتك ترخيتي. عرفتي وليتي بحال شي بلاستيكه. عرفتي ترخيت يا ودي امينة. ابات لي كتقول لي لاباس بخير حبيب. والحمد لله. شوف الحمد لله غادي تفوتها وقيتها وغادي تفوتي ان شاء الله. الحمد لله انتم مجموعين. هذاك الشيء اللي كيعجبني يا مراد. الحمد لله. الله يحفظك اخويا حبيب. حنا عارفين شنو كاين. خليك مع ليكيب. لا انا ولا خديجه ولا ناديه ولا كاع الاخوان زعما اللي صراحه جاوا عند الحبيب البرنامج. ف
فاحنا ما اعتبرناش روسنا جايين فقط عند اعلامي ولا صحفي، ولكن قلناها قبيله وربي شاهد عليا. قلت لهم حبيب كاننا مشينا عند اخ ديالنا، خليكم ليا خوتي، تعامل مستحيل يتعامل به شي واحد معاه، خليكم ليا خليكم ليا، واحد التعامل ديال ولاد الناس. لا لا انت عزيز، الله يتعزيز، وتنقولها لك من القلب. لا شوف، لقينا عنده الاصدقاء ديالو لا سي حماد ولا لالا منى، لقينا عنده صراحه الله، وقال لنا خلي الاصدقاء ديالو، خلى الاصدقاء ديالو مسكين، وصراحه الله والحد ديما لا هو ولا خويا وليد، ولا هبطوا لنا خويا الحسين مساده من فوق مساده. الحمد لله راك عزيزه نادي، عزازات شوف والله حتى عزازات، والله اختي عزازات. خليهم شنو قالت لي الحبيب؟ اش قالت لك؟ قالت لي سبحان الله، قالت لي حبيب، قالت لي رغم المستوى الدراسي وسميتو والتواضع، قالت لي سبحان الله العظيم، قالت لي ما بدلاته حتى شي حاجه، الانسان عنده اخلاق عاليه رغم المستوى العالي في الدراسه ورغم شوف كل شيء. والله يا سيدي انسان متواضع، قالت لي داك التعامل اللي تعامل معنا سبحان الله محمد. والله يا خويا محمد ماشي تنقول دابا خلي الراديو ابار، انا وخني كندوي راه ما كيهمنيش اني يسمعني الواحد اللي قلت شي حاجه زوينه ولا منين نضحك ونشاط البرنامج يتصنتوا لنا الناس، ولكن هادشي ما كاينش شي طريقه اخرى من غير هنا نتوما داويين معايا دابا. والله خويا مراد خص الانسان يحس بديك الكلمه ديال راه ما غنديو معنا والو، خصو يعرفها ماشي يقولها بدوك القنان في عاكشير، لا نحسو بيها. انا ما غندي والو، راه خصني نعاملك انت زوين وتعاملني زوين ونعامل الاخر زوين. انا انا هادشي اللي رباني عليه الواليد الله يرحمه والام ديالي، راه اللي مربي راه هكا خصو يدير مع الناس. شي اللي تعلى على الناس واللي تكبر على الناس راه ما نعاودش لك، راه والله والديه راه ما داروا فيه والو، راه ما رباوش والله ما رباو، ما كنتعالاوش. حنا خوتكم الدراري، خوتكم البنات، تواضع لله رفع. الحمد لله. نعم اختي خديجه. جميل خويا الحبيب، بغيت نقول لك واحد الكلمه، لان اللي عنده اخلاق وعنده مبادئ تربى عليها وكبر عليها راه ما يمكنش تبدلها بالدراسه ولا الخدمه ولا اي حاجه. الحمد لله، كنقول لك ما شاء الله ما شاء الله. سير اختي الله ينورك. وين اللي خصو يعرفوا المستمعين اللي جيت انا عند خويا حبيب، ملي جيت عنده للبرنامج ملي انتهينا كانت واحد الدردشه بيني وبين حبيب، يعني كتحس انك تتكلم مع الاخ ديالك خويا وفي مواضيع عديده وتناقش معاه. اقول لهم راه مشينا في الطوموبيل، اقول لهم اقول لهم هزينا لكم مشينا تحركنا لعبنا دوير انا وحبيب، ولكن كانت واحد الدردشه عائليه زوينه بيني وبين حبيب، وهضرنا على بزاف ديال الاذاعات. تبارك الله عليكم، تبارك الله عليكم كلكم كلكم عزازه مراد. هدي لهم شي اغنيه مراد، يلا شي اغنيه ليهم اللي كيبلي معاك. امينه وسيمو، ولكن صراحه للاسف يعني 15 يوم هذه باش البنيه ديال جديده توفى لهم جده ديالهم، هذا علاش ما اي بعدا كنجدوا كنجدوا الرحمات وهذا على جده ديال البنات. نتمنى مازال نسمعكم هكا اون جروب احسن مراد، كتكونوا مجموعين والله كتفرحوني. الله يحفظك، صلى فيهم صلى خديجه بالسلام عليك ان شاء الله يا رب. كدير المهدي، كدير المهدي، ها وحده يضرب لي واحد النظاظر ما كيبانش في كيشوف كاع، والله ما عارف كيشوف. سلم لي على المهدي بزاف طريف هذاك الولد سبحان الله. نعم اختي خديجه قاطعتك ولا ناديه؟ بغيت نسمع معك ماهر ديال اعمالنا اعمارنا، وكنهدي لك هذه الاغنيه لجميع المستمعين. اعمالنا اعمارنا اغنيه دينيه اعمالنا ديال ماهر زين اعمارنا اعمالنا. جاتك اختي دابا، شكرا لكم البنات، شكرا لخوتي سيمو كذلك. شكرا لك سي محمد، تبارك الله عليك. امينه طول عمرك. امينه محمد الله يحفظك خويا. نسو امينه، امينه دابت ما تهضروش معايا دابا، ترى خدام على الفجر ولا شي برده. ان شاء الله فراسكم، شابو لكم، تحيه لطاقم البرنامج خويا حبيب. شكرا لكم.